A force acting on an object moving along the x-axis is given by fx equal 3x squared in newtons, where x is in meters. How much work is done by this force as the object moves from x equal minus 2 meter to x equal 0 meter? إذن المطلوب في التمرين أو سؤال 17 هو حساب عمل القوة هذه علما أن هذا القوة هذه متغيرة ليست ثابتة It's a variable force وبالتالي نرجع إلى التعريف إذن القوة تاعنا Fx هي عبارة عن دالة بداية x كل ما يتغير مكان الجسم تتغير قيمة القوة بهذا المعادلة هذه هي 3x تربيع إذا كان x بالمتر القوة سوف تعطى عدديا بالنيوتن إذن تعريف العمل في هذا الحال وشو هو الانتجرال من البوزيشن الأولى إلى البوزيشن الأخيرة x2 للدالة fx dx أوكي شايفين هنا بالطبع fx هنا هي عبارة عن مكونة x ولكن هنا كتبتها بصورة عامة باستعمال رمز الدوال أوكي إذن هنا ماذا أعني بهذه الكتابة هذه هي الدالة x للقوة أوكي dx اذا fx نستبدو بالمقترح اللي هو 3x تربيع 3 اذا ثابت يخرج من الانتجرال اوكي يبقى لي فقط الانتجرال للداله x تربيع ما هي البريميتيف للداله x تربيع بالطبع هي x 3 على 3 ذكركم في مؤخره الكتاب في الابندكس ابندكس الخاص بالرياضيات روحوا إلى لوحات الانتجرال وتلقاو البريميتيفز للدوال من هذا الشكل هذا يعني x تربيع و x أس 3 يعني polynomial functions علما أنه 3 والمعامل 1 على 3 إذا نعمل simplification إذا المعادلة x 3 الآن نأخذها ما بين الحدين x 1 و x 2 يعني x 3 على x 2 ناقص x 3 في x 1 إذا تعطيني في الأخير أن العمل هو x 2 أس 3 ناقص x 1 أس 3 وبالطبع بالجول لأنه في البداية اخترت الوحد الدولية إذا حتما الحساب هذا يعطيني العمل اللي هو طاقة بالجول مباشرة x 2 وشو هو صفر و x 1 وشو هو ناقص 2 إذا نطبق نستبدل مباشرة وكما تلاحظون هنا x1 أس 3 يعطيني ناقص 8 والناقص ناقص 8 يعطيني في الأخير 8 جول